غادي نهضروا على الديسك اللي درتوه مع احمد سلطان، شايفين دي جي فان، فكرني، مسلم، منال، دي جي دروس، لا ما كاينش ما نصيدش هذاك الديسك. كيفاش جات الفكره ديالو، كيفاش خدمتوا عليه؟ من بعد عاد باش نهضروا على الكريتيك اللي جاوكم على ود هذا الديسك. السلام عليكم. بعدا بريفمون، هذاك الديسك هو فكره ديال 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 ايت راديو، عيطات لي زارتيست اللي قلتو السميات ديالهم وناقشات معاهم الفكره، وبغات تعرف الراي ديال كل واحد فينا، واش هو متفق ولا ما متفقش، متفق ولا ما متفقش على واش نتقيد في الانتخابات ولا لا، ولا واش انا كنظن انا بلوس متفق ولا ما متفقش باش يريسكي بليماج ديالو باش يدير مورسو بحال هذاك، حيت هذاك المورسو احنا كاملين عارفين انه هو واحد المورسو اللي حساس شويه بالنسبه للرابور، حيت الرابور خصو يكون ديما كيعاير، ديما كيسب، ديما ما كاين لا ما دير، هذه هي الفكره اللي كياخذوا الناس على رابور. الوغ كو تقدر تكون كاعي شحال ما بغيتي، ولكن فاش كتجي لوقيت الخدمه كتولي كتبان يا اما باغي تخدم يا اما ما باغيش تخدم، يا اما باغيش تبقى تعاير وما دير والو، يا اما باغيش تبقى تعاير ولكن دير شي حاجه. دونك حنا عزلنا هذه الطريقه هذه، كنظن انه ان ريسك اللي خديناه حنا كاملين كاع لي زارتيست اللي كانوا في المورسو، لان بزاف الناس يقدر ما غيفهموش ليدي ديال المورسو اون جينيرال، غيصحابونا لا حق كنقولوا لهم لا صافير البلاد زوينه كلشي زين يلا نصوتوا، الوغ كو الى حيدتي الموسيقى من هذاك المورسو سمعتي لي بارول ديال كل واحد فينا غتلقى انها راه ماشي كونتراديكسيون ديال اي حاجه تقالت من قبل، حنا باقيين غادي في نفس الطريق، غير هو بلاصه ما بقاو جالسين في الدار وكنعايروا، بغينا نديروا شي حاجه ونبقاو نعايروا.